فندم في الكاميرا عرفني استاذ الكاميرا يا فندم ماشي الكاميرا الكاميرا مساء الخير على حضراتكم مشاهدي الوطن في كل مكان متابعين مع حضراتكم تغطيتنا الخاصه لتشييع جثمان الفنان الكبير سمير غانم الى مسواه الاخير منذ دقائق قليله وصل الجثمان الى مسجد المشير في التجمع الخامس لاداء صلاه الجنازه وتشييعه الى مسواه الاخير الى مقابر العائله بمدينه نصر. يمكن كان متواجد عدد كبير من الفنانين حرصوا على التواجد ومرافقه السياره التي تحمل الجثمان من المستشفى التي كان يرقد فيها الفنان الكبير بمنطقه الدقي الى مسجد المشير المتواجدين فيه حتى الان. كان ابرز هؤلاء الاعلاميين طبعا الفنان حسن الرداد زوج نجله الفنان الراحل والاعلامي رامي رضوان وعدد كبير من الفنانين كان منهم الفنانه ميرفت امين. يمكن زي ما احنا شايفين دلوقتي بقى هتبدا صلاه الجنازه منذ قليل دخل الجثمان من الباب الخلفي ليدخل الى المسجد وبدا توافد عدد من محبي الفنان مش بس الفنانين او الشخصيات العامه بدا عدد كبير من محبي الفنان الراحل للوصول الى مسجد المشير لاداء صلاه الجنازه عليه بعد قليل ثم نقل الجثمان او تشييعه الى مسواه الاخير. حزن كبير مش بس في الوسط الفني او وسط الناس اللي كانت تعرف الفنان الكبير لكن وسط ملايين من محبيه ومتابعيه في مصر والعالم العربي. زي ما احنا شايفين هيبدا دلوقتي بدا توافد دخول المصلين الى المسجد لاداء صلاه الجنازه في حضور شعبي يمكن مش كبير لكن عدد كبير من الناس ومحبي الفنان تواجده اضاف على عدد كبير من الفنانين زي ما قلنا لحضراتكم. صلاة الجنازة على الفنان الراحل العائلة وهنتابع مع حضراتكم خطوة بخطوة تفاصيل. يمكن عرفنا من شوية ان الفنانة الكبيرة يسرى وصلت منذ قليل لحضور تشييع جثمان الفنان الراحل سمير غانم الى مسواه الاخير. ان شاء الله يعني ربنا يغفر له ويرحمه ويطمنا على زوجته الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز. ان شاء الله هنتابع مع حضراتكم في الوطن اول باول تفاصيل انهاء من تشييع جثمان الفنان العظيم الفنان والاستاذ سمير غانم غفر الله ورحمه باذن الله.